أنا أريد أن أطمئنكم أن مجاهدونا في كتائب القسام في كتيبة الشجاعية ما زالوا ينتظرون العدو، وأن القسام في الشجاعية بألف خير، وأننا لن نترك السلاح ولن نغير ولن نبدل، ونعاهد الله عز وجل ثم نعاهد أبناء شعبنا أننا سنبقى الأوفياء لدماء الشهداء. كل التحية إلى شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط، وأنه لجهاد جهاد، نصر أو استشهاد. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.